سي ميمون حسيني ولا سي يحيى الملكي. سي يحيى الملكي قدموا خدمات جليله للجمعيه في السباق الجبلي بترايد تاع تافوغال تاع بني واشكران. واليوم انا سي الملكي ما كنتش عارف الا انه غادي يجي، وشرف لنا انه جا. سي حسيني جاء على اساس اننا اليوم غادي نكرموه ونعطيو الشهاده ديالو اللي يستحقها. لقات المشي بني زناسن انطلقت بينا حنا، راه ما كانتش من قبل، من 2016 لهيه راه ما كانتش، كانت واحد المجموعه فرادة واحد زوج ثلاثه يتمشوا. الان من 2016 لهنا تكونت جمعيه تريفه وخرجوا منها مجموعات اخرى، وحنا نفتخر بالمجموعات اللي راها مشات في نفس النهج وغاديه المصلحة ديالها تعريف المنطقة. راه هذا مفخرة للناس نتاع بركان، ومفخرة لبني زناسن، ومفخرة ليهم انهم ما كيهمنيش انني خرجت اليوم وخرجت معايا ناس وغدا ما خرجوش معايا، خرجوا مع اخرين. اللي كيهمني خرجوا انها تستمر هذه، وراه الاخوان الرجال في المجموعات المشاعية راه تعطى لكم التحية ان خرجتوا النساء من ذاك. برافو برافو. من ذاك الاطار اللي كانوا عايشين، ذاك الاطار اللي كانت عايشه فيه المراه، الخوف من الخروج الى الغابه، خروج الى الرياضه. راه لولاكم لا ما خرج. كونوا هانيين، كونوا متيقنين. كانت عندنا المراه انها تهز ولادها وتهز لا فامي ديالها، تمشي للاطلس، تمشي للشفشاون، تمشي لطنجه، ولكن هنا ما تخرجش. اليوم لا، المرأة تقول لك انا نمشي نكتشف بني زناس ديالي عاد نمشي للمنطقه الاخرى. وهذا راه الفضل للرجال اللي اسوا هذه الرياضه باش يخرج. انتم انتم الله يجزيكم بخير. اذا نستمتع جميعا. مجموعه رحال بني زناس اللي تمشي السياحه الجبليه قبل اي انطلاقه، انتظرنا باش كدير حلقه ديال الحركه ودير دعاء انطلاقه، وفي الرتوم ديروا دعاء الختم، وكنحطوا بعض النقاط اللي لان مجموعه رحال بني زناس اللي تمشي السياحه الجبليه الحمد لله كل اسبوع كيجيو على سير جدال، ما عرفوش البروغرام نتاع الجروب كيفاش راه يتمشى. مجموعه رحال بني زناس من بين النقط اللي كتلح فيها وكتسطلها دائما بالنسبه للاخوان. الرياضة والترفيه عن النفس اللي تعود على الإنسان بالصحة ديالو، وعلى تغيير المزاج والروتين اليومي اللي كان اللي كيلقاه الإنسان خلال السيمانة. راه هاد الجمعية كتعرف بالجهة، هي بحال كنقولوا أنها سفيرة تاع جهة الشرق، لخاطر كما قال السي ماتيت راه الناس كتخرج للشمال وكتخرج لطنجة وتخرج للمدن اللي خارج جهة الشرق، وكتنسى الجهة الشرقية والمناظر الطبيعية اللي حبها الله. راه تبارك الله الجهة ديالنا عندنا مناظر، وعندنا جبال بني زناسن، بني واشكراد، تافوخات، أعلى ثاني أعلى قمة اللي كاينة في سيدي بوزبل. دونك حنا هذا هو الهدف ديالنا، الجهة ديالنا بغيناها تطور، بغيناها تزيد الأمام. راه الجهة الشرقية عندها ما تقول، وعندها ناسها، وعندها مناظرها. غير ما الى ولاد البلاد حنا ما طلعناهاش وبيناها، راه ما كانش شي واحد اللي غادي يبينها. وشكرا. برافو.
شكرا المكتب الموسيقي. شكرا المكتب الموسيقي. شكرا المكتب الموسيقي. كنت في الشارع، حنا جوج كنا كنمشيو من جهه بني مهدي، يعني لا مارش كنت عندي، ولكن باش وليت مواظب على لا مارش ولان الصحه ديالي كانت تستدعي انني نتمشى، مش في الجبل، مش هو مش في البسيطه. الفكره رجع على جميع التريفه صراحه، كنشكر الاخوان دون استثناء، سواء الموسيين في الجمعيه ولا الاخوه المشائين، ونشكر كذلك المجموعات، لان كلنا اخوه، في المطاف كلنا اخوه، والحمد لله. انا كنت رجل ديال ما خرجتش تمشى، كان عندي لي ترومبوز، كان عندي 5 ترومبوز هنا، وكان عندي دابا داك لي ترومبوز دابا رجل ديال كان تمشى بحال بحال اي واحد. بهذه المناسبه كنتمنى بالاخوان يعني عندي شكر يزيدوا يدوزوا الرساله للناس اللي كيتمشوا في الامراض انهم يمارسوا هذه الرياضه، راه مهمه، راه ما عندهاش ثمن، يعني هو الانسان نفسه اللي يجي يحيد له ستراس ويحيد له الرياضه باش يحسوا الشيء اللي حبيت نقول ربي يحفظكم. برافو برافو برافو. الكلام اللي قال سي معتيد في محله، وعندي واحد الملاحظه، انا انني كنت حتى انا رياضيه من 84، وانا نعرف الرياضه ونعرف قيمه الرياضه، ولكن ما كانش عندي فرصه انني نجي للجبل واكتشف شي مناطق كنفوت لهم غير النواحي، يعني الطريق اللي كتكون تفوت فيها السياره، ما عنديش كيفاش ندير ونطلع ونشوف. واخا كنت قمت واحد العامين هما معايا التلميذات ديالي، قمت بالمشي كندير جوج سوايع في النهار يعني في السيمانه، ولكن كندور غير المنطقه اللي قريبه للمدينه. علاش؟ عندي واحد المسؤوليه على النساء، وما عندناش شي واحد اللي كيكون معنا، شي راجل ولا اللي غادي يكون معنا ويورينا الطريق ويكون يحمينا. وما راكم عارفين الوضعيه نتاع البركانيات، يعني كان عندنا واحد شويه نتاع كي قالها التحفظ، والمراه ما تمشيش وراه غادي يقبضوها، راه كاين راه كيقطعوا الطرق، راه هذه تخوف وتمشي من دار لدار، والرجال ما كيسمحوش النساء ديالهم يخرجوا. ولكن الحمد لله من دارت هذه الجمعيه وبقات تبان حتى هي في القناه، وبقينا حتى حنايا نشاركوا ونديو دوك الصور، وكنقولوا شوفوا كيفاش رحنا نمشيو، وجبنا الرجال ديالنا وقاموا معنا في الاول، داروا معنا حتى هما خرجات وشافوا شنو كاين. دابا مرتاحين، كنخليهم ناعسين في الدار، كيقول لك سيري عندك لا مارش مع الجمعيه، سيري بحال اللي راه كاين معاه في الامان. ولا هذا تشجع النساء كاملين ان شاء الله باش يقوموا بهذا المشي شويه بشويه، ويكون الخير ان شاء الله. راكم تشوفوا جاوا معنا الاطفال، جاوا معنا النساء اللي ما عمرهم شاركوا اول مره، ورغم ذلك قاموا بهذا الطلعه نتاع الجبل. واخا كانت شويه يعني التيراج كان مزيان، ولكن شويه صعيبه بالنسبه لهم مبتدئين. وشكرا للجميع، شكرا للجمعيه. برافو. سي محمد عبد الله. وي سي محمد. مشائين تاع مشائين كاملين، ماشي غير جمعيه التريفه. بارك الله فيك. كيديروا كيشتغلوا في الجانب التضامني مع ساكنه جبال بني زناس، وهذا جانب يحتسب لهذ الاخوان، الى جانب انهم خرجوا المراه، كاين جانب تضامني مع هذه الساكنه تاع الفقراء تاع جبال بني زناس، وهذا نتمنى انه خصنا يستمر وخصنا نطوره اكثر. وبهن جلال قدمنا شي كلمه باش نفوتوا. باسم مجموعه صحبه الخير في الخير، كنشكروا جميع الاخوان المشاركين، وعلى مقدمتهم مجموعه جمعيه التريفه سي بقال الطريق،
اللي جمعتنا هذا الشمل تاع المجموعات كاملين وباش تعرفوا تعرفنا على وجوه تبارك الله. الحمد لله مدة ما شفناهمش، تلاقينا معاهم هذا النهار شفناهم، ونتمنوا ان شاء الله تقل استمرارية ومشاركة ديال المرأة قديمة معنا مستمرة في رياضة المشي. ونشكروا تاع جميع المجموعات تاع اللي راهم غايبين، تاع اللي المجموعات اللي راهم ساعات حد ما حضروش معنا، تاع هما تبارك الله عليهم، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وتبارك الله عليكم. ونشكروا جميع المشاركين. الرحلة تبارك الله مع المجموعات كاملين، مجموعة جمعية تريفة ومجموعة رحالة بني زناسن ومجموعة صحبة الخير، والحضور تبارك الله فيها نساء ورجال تبارك الله ما شاء الله، رحلة زوينة. نتمنى إن شاء الله الكل يمارس هذه الرياضة المشي، نساء رجال أطفال، من بينهم الطفلة نور الهدى ما شاء الله عليها تبارك الله. ميرسي خويا الملكي، ميرسي بوكو.